والمال وكده والحاجات دي كلها. ماشي يا أمل، اسمعينا بقى. تمام. نورتينا. هي 29/3 ومامتها 23/3. اوكي، هي 29/3 حمل ومامتها 23/3 حمل برضه، بس مامتها يمكن واخده شويه اكتر منها من الحوت. حتى هما الاثنين في العشريه الاولى من الحمل، بس هما مختلفين تماما. اوكي، مع ان ما بينهم يعني ايام. وهتلاقي مامتها مثلا جسمها طويل وعريض وطويله وعريضه. اوكي، هتلاقي واحده فيهم طويله واحده فيهم اقصر. اوكي، يعني الاجسام بتختلف، لان انا عندي تاريخ الميلاد والملامح بتدي شكل، بتدي موضوع تاني خالص. فهما الاثنين مختلفين تماما، دي بفكر ودي بفكر. مامتها شويه تعبانه او بتتعب كتير، لان الفتره اللي فاتت كانت بقى لها سنين الدنيا عندها مش حلوه. برج هي برج الحمل 29/3، يعني حمل واخده من الحوت بس بنسبه اقل، دي اذكى او بتشغل دماغها او بقت عمليه اكتر من مامتها. اوكي، مامتها عاطفيه شويه او حساسه، هي الثانيه عمليه اكتر، بنتها عمليه اكتر، بتجري في احداث حياتها. الفتره ديت عندها ارتباط جديد او داخل في حياتها ارتباط جديد، او لو هي مرتبطه عندها خطوه ايجابيه هتحصل في حياتها. اوكي، بالنسبه هي كانت بتسال عن الدراسه وكده. السنه دي عندها حلوه، يعني هي الفتره دي بس يمكن تكون مخنوقه شويه متضايقه بتاع. اوكي، الفتره دي بالنسبه للحمل بقول لهم ما تاخدوش قرارات، هدوا شويه، خلي بالكم في حد هيعمل لكم مكيده، خصوصا البنات عندهم مكيده، عندهم حد هيكذب عليهم في حاجه، عندهم حاجه هتتسرق منهم، حاجه هتضيع منهم، يخلي بالهم. وبالنسبه للولاد زي ما قلنا ان هم عندهم مشكله ماديه عمليه. طيب نرجع نكمل كلامنا. اوكي، نيجي بقى لبرج الثور. برج الثور الفتره ديت داخل في حياه جديده وعمليا. اوكي، والماديات عنده، وماديا عنده الفتره دي حلوه، يعني داخل له فلوس او عنده ماديات او في حاجه هيحصلها او في حاجه كانت فلوس عايزها من حد بقى لها فتره او في حاجه هيبيعها. المهم ان برج الثور الفتره دي ماديات عندهم حلوه، عن طريق بقى بيع فلوس كانت ليه او ليها حاجه متاخره، ماديا حلو وعمليا حلو الفتره ديت. اوكي، نيجي لبرج الجوزاء. الجوزاء من الابراج اللي ما بتقفش عند حاجه او عمليه قوي قوي قوي، سواء راجل او ست. اوكي، الراجل شغله ثم شغله ثم شغله، هو دوت اللي فارق معاه اكتر. اوكي، او واخد حيز كبير في حياته. وبالنسبه للبنت عمليه، هي ما بتقفش عند حاجه سواء في الحب او في الشغل او حاجه، بتجري في احداث حياتها، ما فيش عندها يعني بتفكر بعقلها اكتر من قلبها يعني. تمام. بوجه عام الجوزاء الفتره دي عنده تغيرات كتيره جدا جدا، خارجين من حياه وداخلين حياه جديده وكلها لصالحهم، وعندهم سفر كتير، واللي عنده سفر بره البلد اللي متولد اللي اتولد فيها يا ريت يسافر، هيبقى حظه اعلى بكتير. حلو. نيجي لبرج السرطان. الفتره دي برج السرطان مش حلوه شويه، لمده اسبوع 10 ايام داخل على فتره مش حلوه، ياخد باله، ما يهولش المواضيع او ما يقعدش يفكر او يبص ورا على حاجه حصلت، يفكر في انه يحل او تحل. تمام. عاطفيا الفتره دي بقول لهم اهدوا شويه، لان يعني دايما لما بتكون الايام ضدنا، فعشان هم من النوع اللي هم دراما كوين شويه، بيهولوا المواضيع، فبقول لهم بلاش جدال، بلاش خناق، بلاش مقابلات مع ناس خايفين ان احنا نخسرهم او نتعامل معاهم نخسر حاجه، سواء عمليا او عاطفيا او ماديا. طيب معانا